بينما نحن قبل انطلاق اشغال المؤتمر، يعني اي دور للشباب اليوم في الحزب الوطني الديمقراطي الموحد، ام سننتظر يعني نفس الاسماء التي عهدناها هي اللي ستكون معناها تقود سفينه الحزب الوطني الديمقراطي الموحد؟ الشباب سيكون له دوره في مختلف اشغال المؤتمر. اولا منذ بدايه انطلاق الندوات السياسيه والفكريه التي تعلقت بالبرنامج السياسي العام وبالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي وبالوثائق التكتيكيه والتنظيميه، شارك الشباب في صياغه كل هذه الوثائق وفي مناقشتها. ثانيا على مستوى الهيكله سنجد الشباب على مستوى المكتب السياسي، سنجد الشباب على مستوى الهيئات التنفيذيه للحزب، سوف نجد الشباب على مستوى اللجنه المركزيه للحزب، بالاضافه الى ان المؤتمر سوف بعد المؤتمر سوف يمضي الشباب لانجاز مؤتمرهم، مؤتمر الذراع الشبابي للحزب او المنظمه الشبابيه للحزب. محسن بن حمد، عضو الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي التيار التوحيدي اللي انخرط بقوة في مسار التوحيد. كنا نشوف فيك في إطار وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق أشغال المؤتمر، كان تعطينا بعض المعلومات فيما يتعلق بعدد اللجان، فيما يتعلق بعدد المؤتمرين وكل ما يسبق تحضير المؤتمر. عدد اللجان 13 لجنة. 13 لجنة فيهم الوثائق التأسيسية مثل برنامج السياسي العام، برنامج المهام المباشرة، النظام الداخلي، والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي اللي تتفرع عليه 21 لائحة. عدد المؤتمرين ما عنديش بدقة، لجنة النظام هي عندها تقريبا كل شيء، باقية في حدود 354 تقريبا، وربما هذا العدد للمراجعة. هذا مؤتمر تأسيسي موحد فيه انصهار متاع حركة الوطنيين الديمقراطيين اللي هي حزب متاع حزب العمل الوطني الديمقراطي التيار التوحيدي اللي هو حزب، والعديد من المجموعات الوطنية الديمقراطية، العديد من الكفاءات والإطارات والكوادر الوطنية الديمقراطية اللي مش منتظمة، وهذوما ناس موجودين في الاتحاد الشغل، موجودين في الحركة الطلابية، موجودين في المحامين، موجودين في المهندسين، موجودين في النضال الجمعياتي، موجودين في الأحياء، موجودين في الجهات، وموجودين في الهجرة. لذلك المؤتمر فيه 360 مؤتمر، وعملية الانصهار هذه والوحدة نحبه يكون عندنا حزب كبير واحد. مش هو الهدف، الهدف انه الحزب الكبير الواحد للوطنيين الديمقراطيين يكون اداتنا باش نعملوا حزب نتاع يسار، اليسار الديمقراطي الكبير الواسع بكوادره باحزابه باطاراته بمناضليه بتضحياته بشهدائه بمعطاء، هذا يلزم له عنوان كبير واحد. ايضا وحدتنا في الحزب هذا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يسهل علينا الدفع في سبيل بناء جبهه واسعه، البلاد في حاجه لها، في حاجه لجبهه شعبيه، في حاجه للقوى الشعبيه والقوى الوطنيه والقوى التقدميه والقوى الديمقراطيه تتحد على برنامج حددنا، تتحد وتقدم للتوانسه باش نجموا يختاروا بشكل هادئ ورزين برنامج حقيقي، قيادات واضحه معروفه، كفاءات، كوادر، نوعيه تنجم تفيد البلاد وتنتشلها من الوضع الخايب اللي هي فيه تو اللي وصلت له، لانه البلاد بالحق وشعبنا بعد ثورته العظيمه يستحق انه يبني تونس جديده بتاع العداله وبتاع الحريه وبتاع الديمقراطيه بتاع الجمهوريه المدنيه الديمقراطيه الاجتماعيه. فيما يتعلق بالجبهه الشعبيه بالنسبه لك انت، حضورها اليوم امام ما يقال انه استقطاب ثنائي قاعد يصير بين حركه النهضه ونداء تونس. والله هذا استقطاب مغشوش بين يمين، يمين يمين يتستر بالدين ويمين ليبرالي، اثنين ما عندنا حتى دليل على انه الناس هذه قويه. ثلاثه الجبهه الشعبيه مكوناتها 12 حزب والعدد كبير نتاع الاطارات والكوادر، تو يبرز في الوقت اللي باش نعملوا المؤتمر الوطني للجبهه هذه في اخر سبتمبر. المساله في تقديري ماهيش باش تكون انت ضد ولا معاه، المساله انت ايش تحب، والجبهه الشعبيه تحب تطرح للتوانسه برنامج حد ادنى في شتى القضايا، لان نحبوا نحكموا ونحبوا نوصلوا للسلطه ونحبوا ننفذوا برامج في خدمه الشعب هذا، في خدمه اغلبيه 95%، في خدمه الكادحين، في خدمه العمال، في خدمه الموظفين،
في خدمة الأجراء، في خدمة الرأسمال الوطني المضطهد، توا في خدمة الفلاحين الفقراء والصغار المتوسطين، في خدمة البطالة اللي زاد عددهم، في خدمة الجهات اللي زاد حرمانها، في خدمة اليوم جهات أقصيت وهمشت بشكل كلي وكامل، في خدمة 95% من التوانسة اللي يتواصل الحرمانهم، لأنه اليوم نرى أنه من ولد التنمية معادي لهم هو نفسه القديم تاع حكومة بن علي اللي انتفضوا ضده في 17 ديسمبر 14 جانف. على هذين نقولك اليوم نحن شنو حظوظنا؟ حظوظنا بوحدتنا نولوا قويين، بوحدتنا وقلي تبدأ ما هيش في العاصمة، تبدأ في كل الولايات وفي كل المعتمديات، وحدتنا وقلي يكونوا منفتحين على المستقلين وعلى الكوادر وعلى المثقفين وعلى المبدعين وعلى الشباب وعلى النساء، نكونوا قويين برشا. وحدتنا اللي تستند المطالب التوانسة نسمعوهم بالمليح ونعبر عليهم بالمليح، هذا يخلينا قوة حقيقية ويخلينا ضمير الثورة هذه والشعب هذا. والناس اللي كانت في 17 ديسمبر حاضرة و14 جانف في حاضرة، وفي انتفاضة الحوض المنجمي البطولية حاضرة، وفي القصرين عاصمة الشهداء حاضرة، وفي الأضراب العظيمة متاع صفاقس حاضرة، وفي انتفاضة الجنوب حاضرة، وفي احتجاجات الكاف وسليان وجندوبة وباجة حاضرة، وفي تحركات الكبرى الشعبية متاع تونس الكبرى حاضرة، وفي بتة محمد علي حاضرة، وفي باب بنات حاضرة، وبك الحركة الطلابية العظيمة هذيك حاضرة، قادرة ما تتوحدت أنها تكون القوة، قوة خير وقوة دفع وقوة تقدم وقوة حرية للتوانسة في المستقبل. ينظروني المؤتمر الوطني لدى حزب الوطني الديمقراطي الموحد على أساس أنه تدعيم للوطنيين، تدعيم لحصة خلينا نقوله الوطنيين الديمقراطيين داخل الجبهة الشعبية. بالعكس، احنا نحن ماناش في الجبهة الشعبية ننطلقوا من أي نظرة فئوية حزبية ضيقة. بالعكس، نحن نعتبروا اللي هالوحدة نتاع الوطنيين الديمقراطيين تمثل عنصر هام جدا للوحدة داخل الجبهة الشعبية، لأنه قد ما أطراف تتوحد وتتكتل ما بينات بعضها في داخل الجبهة إلا وهذاك يمثل عنصر نتاع قوة للجبهة الشعبية. احنا مضامين الناس ما تبقاش مفرتين، مضامين القوميين ما يبقاوش مشتتين، مضامينا قد ما تكون القوى المتكتلة أقل حتى من ناحية الحزبية ومتوحدة أكثر، قد ما هذا عنصر معناها عنصر نتاع قوة. لذلك نحن نعتبره للمؤتمر الوطنيين الديمقراطيين اليوم هو مؤتمرنا، هو مؤتمر الجبهة الشعبية. اليوم خلينا نقولوا اللي فما برشا ناس قاعدين يحكيوا على استقطاب ثنائي قاعد يصير معهد فيما يتعلق بتونس وفيما يتعلق بالعراق. اليوم تسحبنا مني كيفاش يرى حظوظ الجبهة الشعبية انتخابيا في محطات القلب الانتخابية؟ الحاجة اللي نحب نأكد عليها اللي هو الاستقطاب هذا اللي يحكوا عليه راهو استقطاب مفبرك واستقطاب مفتعل. نداء تونس مازال ما حددش برنامج ومازال ما حددش رؤية ومازال ما تنظمش، وهم يحكوا على استقطاب. هذا استقطاب مفتعل، يحبوا يقولوا للناس راك يا اما تمشي مع النهضة يا اما تمشي مع نداء تونس كما كان يعمل بن علي قبل، يا اما مع بن علي يا اما مع النهضة الاتجاه الإسلامي. لا، هذا ليس صحيح. الاستقطاب القائم الآن في تونس هو استقطاب بين القوى اللي تحب تحقق أهداف الثورة والقوى اللي ما تحبش تحقق معناها أهداف الثورة، القوى المعادية للثورة سواء كانت في الحكم معناها أو خارج، هذا هو الاستقطاب الحقيقي. أما نحن نعتقد أن اليوم الساحة السياسية ما زالت في إطار التشكل، والمشيجي هو عدة أقطاب، عدة أقطاب، ثم أقطاب راهي ممكن تلتقي مع بعضها. اليوم تنجم كيما نداء تونس راهو والنهضة ولا يتعارك وما ينجموا يتعاودوا ونجموا يتوحدوا مع بعضهم ونجموا يخدموا مع بعضهم، ولكن بالنسبة لنا احنا نحبوا نكونوا قطب اللي فيه يساريين واللي فيه قوميين وفيه ديمقراطيين وفيه تقدميين، قطب فيه ناس منظمة وفيه ناس ماهياش منظمة، ويكون أوسع ما يمكن وحول أهداف معناها الثورة، لأنه يعني هذا مش يخرج بالبلاد من الوضع اللي هي فيه. الأوراق أمامي كثيرة، يعني والأسماء كثيرة. نحب قبل ما نرحب بالضيفات والضيوف أن أعبر عن عظيم الشرف، وليس من باب الكلام البيزنطي التقليدي المعروف، وإنما من باب الإقرار بالواقع. عظيم الشرف لي وعظيم الاعتزاز برفيقاتي ورفاقي
الذين شرفوني بأن أكون رئيسا لأول مؤتمر تأسيسي للوطن الديمقراطي هذا الحزب الوطني اللي يقبل بعد ما يكون أخذ المساحة باش يوخر الأصبع راهو باش يوخر أكثر بعد ويزيد يوخر الفرق اللي تروحوا. الإعلام حر ومواقفه حرة والإعلام يجب أن ينقد كل مظاهر الانحراف مهما كان مصدرها من رئيس الجمهورية.